تمام، أهلا وسهلا بمادتنا الجديدة، مدربة أسماء الخطيب، صيدلانية أسماء الخطيب. مادتنا راح تتعلق بالتغذية أثناء الحمل وأثناء الإرضاع، Nutrition during pregnancy and breastfeeding. اليوم راح تكون محاضرتنا الأولى بهذا الشأن، بهذا الموضوع، وراح تتعلق بالتغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل. كمقدمة، بنعرف نحن أنه مدة الحمل عند الإنسان 9 أشهر، واللي هي بتتمثل ما بين 36 إلى 40 أسبوع، والأفريج 38 أسبوع، بيمثلوا 9 أشهر من عمر الإنسان، بيكتمل فيهم نمو الفيتس أو الجنين، ومقسمين لغايات المتابعة ومتابعة التغيرات بالجسم إلى آخره إلى 3 أقسام، 3 trimesters. First trimester أول 3 أشهر، second trimester ثاني 3 أشهر، وآخر 3 أشهر the third trimester. ففترة كتير stressing، تعتبر جسم السيد الحامل بيدخل بيه ستريس كثير كبير على المستوى الفسيولوجي وعلى المستوى أيضا التشريحي، وطبعا ما يؤثر أيضا على المستوى السايكولوجي، يعني نفسية الحامل أيضا بتكون بحالة شدة، بنسميها باللغة العربية الستريس. و الهدف هو إخراج هذا الإنسان اللي موجود للعالم، موجود بهذا الرحم مكتمل النمو، أو خلينا نقول مكتمل النمو بالنسبة لعمره، عمر الصفر، ووظائفه الحيوية تعمل بشكل سليم. نجي للي عم يقولوا لنا إياه هون، بيقول لك إنه 9 months of pregnancy represent the most intense period of growth and development. Intense مثل ما قلنا، فترة ستريس تعتبر stressful. How will these processes go depends on many factors, many of which are modifiable. لما نقول modifiable عم نقول بالشكل الأساسي عن موضوع الغذاء، مو كل شيء طبعا we can modify inside the body، لكن طبعا بموضوع اللايف ستايل، موضوع الغذاء، الحركة، السبور المناسب لكل خلينا نقول فترة من فترات الحمل، هو اللي it can be modified. Of the factors affecting fetal growth and development that are within our control to change, مثل ما قلنا, the nutritional status. At no other time in life are the benefits of optimal nutritional status more obvious than during pregnancy. فعلا يعني فعلا اللي قادر يحصل نظام غذائي سليم وصحي خارج، يعني بدون قبل الحمل، أو يعني قبل ما أصلا يكون هذا هو ضمن الحسبان، يعني من فترة يافعة بعمره، بيلاقي هاي النتائج فعلا بالحمل، لأنه الحمل هرمونات، تغيرات الهرمونية ممكن تدفع الحامل إنها تطلب كريفينج، تشتهي اللي احنا بنسميه أو اللي بيسمى بالعربي الوحام، على أشياء إكستريم مثل الأشياء المالحة، الأشياء الحلوة الزايدة مثلا، الطعمة إلى آخره. فكل ما كان بالأساس البيزل نيوتريشن سيستم تبعها هيلثي، كل ما كان احسن لها اثناء الحمل، لانه حتى لو ما كان في كريفنج لمواد معينه اثناء الحمل، فلا بد من زياده الشهيه. فاذا كان انا من الاساس في عندي سمنه وعندي بلاوي الانسولين ريزيستنس، واصلا غذائي بيعتمد على الزيوت المصنعه وغيرها والى اخره، فاثناء الحمل هذا راح يبين نتائجه بزياده غير كنترول للوزن، ممكن نتفاجأ انه الجروث تبع الطفل مو كافي، ممكن يؤدي لنا لمشاكل اثناء الولاده حتى لو ما كانت اثناء الحمل. ففعلا من اهم الاشياء، الفترات اللي بيتجلى فيها اهميه التغذيه الصحيه، هي فتره الحمل. شو هي الهيلث اوبجكتيفز فور ذا نيشن؟ يعني لما نحكي عن اهداف الصحه العامه يا جماعه، أي وزارة بالعالم، وزارة الصحية أو هيئة صحية بأي بلد، بأي حكومة، مطلوب منها أنها تحدد أهداف قومية تتعلق بالصحة العامة للشعب، للناس المقيمة بهذا البلد. فأحد بنود الصحة العامة، أحد بنود الناشونال هيلث جولز أو تارجتس، خلينا نقول، أو الببليك هيلث تارجتس، بتستهدف بالذات شريحة الحوامل بالمجتمع.
فإذا قلنا شو هو اللي نحن محتاجين نشوفه، شو هي الأهداف اللي محتاجين نحققها على المستوى القومي لهي الشريحة من مواطنينا، من أهمها ريديوس ذا أنيميا، لأنه الأنيميا هي أحد، أو هي فقر الدم يعني، أحد العوامل أو أحد النقص والعوز اللي يرى بشكل متكرر بالحمل، وممكن يرى حتى في السيدات اللي بيتغذوا تغذية جيدة. شائع جدا إنه ينزل خضاب الدم ويصير ضعف بالدم وإلى آخره، فما بالك إذا في عندي أصلا مشكلة لو إنكم، مشكلة دخل منخفض، ومشكلة سوء تغذية أصلا. هاي السيدات، هاي الشريحة من السيدات هن أكثر الناس اللي بيعانوا من فقر الدم أثناء الحمل. وأهم شيء فقر الدم ما يكون موجود في نهاية الحمل، يعني إذا بنقول ناشونال هيلث، بمعنى آخر أنا تابعتها خلال الحمل بتغذية صحية سليمة، في نهاية الحمل أنا بدي أنزل من 29 ل 20. لاحظوا أنه هو على فكرة لما أعطيكم هاي الأرقام عم يعطيكم أهداف نيشن معينة، يعني في نيشن معينة مو مذكورة هون، أي نيشن ما بعرف أي بلد، لاحظوا أنه النسبة فيها هالقد، وقال لك أنه أنا هدفي تنزل معي خلينا نقول 5 سنين، حتى هون مو كاتبين لك المدة المفروض يكتبوها، تنزل من 29 ل 20. هاي الأرقام خذوها مثال، بشكل عام أنا بدي نزل نسبة فقر الدم خاصة بالشريحة الأقل حظا، بالشريحة الأقل دخلا، وخاصة في الفترة في الثلث الأخير من الحمل. بدي نزل وفيات الأطفال، infant mortality إذا بتحبوا، يلي عنده يعني ما عنده ترجمة هاي المصطلحات أو ما مرقت عليه سابقا يكتب ياخذ ملاحظاته. الانفنت مورتاليتي، مورتاليتي يعني الوفاة دائما، فأنا بدي نقص نسبة وفاة المواليد الجدد، لأنه هاي كانت مشكلة بالصحة العامة، يعني لغاية مثلا حدا لغاية 60 مثلا، يعني عم نحكي عن الجنريشن اللي قبل نبي جنريشن بس، يعني مو كثير بالماضي الصحيح، عم نحكي عن النصف الأول تقريبا من القرن الماضي، يعني أقل من 100 سنة كانت وفيات المواليد الجدد نسبة مرتفعة جدا، حتى ببلدان مثل بلدان الشرق الأوسط اللي هي لا تعتبر بلدان بتعاني من المجاعات أو من الجفاف الشديد إلى آخره. فنسبة وفاة المواليد الجدد بدنا ننقصها، هي أحد مشاكل الصحة العامة. كمان بدي أقلل نسبة الوزن المنخفض عند الولادة، يعني إنه الطفل ينزل بوزن معقول وصحي within الهيلثي رينج. فهي كمان أحد المشاكل كانت إنه ولادة مواليد أوزانها دون الأفرج المطلوب، وبالتالي هاي المواليد تحتاج الخداج وتحتاج رعاية خاصة قبل ما تطلع لبيتها إلى آخره، فهذا أنا بدنا نقلله. وأيضا الولادات يعني اللي هي preterm birth، يعني قبل نهاية الحمل، ولادات قبل نهاية الحمل اللي هي بتعمل ريسك عالي لنزيف الرحم ووفاة المولود، وأيضا لو ولادته غير مكتمل أو ولادته مشوه. فبري تيرم يعني الولادة ما قبل نهاية الحمل، الولادة قبل نهاية الحمل بنسميها بري تيرم. وأيضا بدنا نحن تكون زيادة الوزن أثناء الحمل تكون زيادة متناسبة متناسقة، ما هي أنقص من اللازم ولا هي أزود من اللازم، وهذا هو الأشياء يعني للأسف، لأنه في ثقافتنا العامة كلي عن اثنين لا تحرمي حالك إلى آخره، عم تخلي السيدات يزيدوا وزن مو عادي أثناء الحمل، يعني أكثر بكثير من المطلوب. يعني أنا مرة سمعت الرقم لكن مو متأكدة منه، إنه 7 ل 8 كيلو الزيادة الأوبتيمال، وأنت بتحكي عن أقل شيء شفت أنا بمحيطي 15 كيلو يعني. وبحب تكتبوا تجاربكم للسيدات اللي مرقوا بالولادة سابقا، قديش زادوا مثلا أثناء الحمل؟ 15 كيلو، ما شاء الله 15 صح، بالعربي عم تكتبي مو 10. فيعني زيادة، نعم الزيادة لازم تكون أقل من هيك، يعني طبعا خلينا نقول ايديالي، يعني في ناس كتير هذا الوزن تفقده مباشرة، وخاصة تتضارب الأرقام تعرفي، يعني أنا آخر مرة قرأت من 7 ل 8 أنا استغربت كمان، لأنه ما شفت حدا زاد بس 7 ل 8 كيلو، ما شفت حدا زاد أقل من 10، يعني مهما كانت البريجنسي تبعه فيت هيك، ومثل البريجنسي الباربي يعني، بس هيك يعني المهم إنه هاي الزيادة تكون بروبورشنال
تكون مناسبة لهذا الجسم، لأنه أنا لما أقول 15 مثلا في عندي أطوال مختلفة، في عندي قياسات مختلفة للجسم، بنى مختلفة، أعراق مختلفة بين النساء العالم، فصعب يمكن يتحدد افريج معين. يمكن نحدد افريج للافريكانز، ونحدد افريج للكوكيجينز مثلا حسب الاعراق، عم بحكي عن اسماء الاعراق بالعالم. لكن هاي الزياده ما تكون مبالغ فيها، الصحي اكثر انها تكون باتجاه نهايه الحمل، وهي لا مفر منها، لانه حتى لو ما تم زياده بدهون الجسم مثلا، خلينا نقول لابد انه جسم الحامل يتوذم، لانه الهرمونات، التغيرات الهرمونيه عم تؤدي لاحتباس السوائل. فالجميل انه اللي بزياده وزنه بتتوزع بشكل اساسي على نهايه الحمل بفقده بفتره كثير قصيره بعد الحمل. انما اللي بتلاقيه عم يزيد طول فتره حمله، انا شفت سيدات بيستراجل فعلا لسنه وسنتين بعد الحمل لفقدان وزن الحمل، يعني مو كله طبعا الا ما ينزل وزن مع الحمل 100%، يعني بالنهايه في وزن الطفل كمان. لكن اذا كان الأديبوز تيشو توسع بشكل كتير كبير، الحقيقة التخلص منه مو سهل، خاصة بالمجتمعات أو بالسيدات اللي ما عندهم حركة كافية. إذا هي أهداف الصحة العامة، أنا بدي نقص فقر الدم، بدي نقص وفيات مواليد الجدد، بدي نقص الولادات غير الناضجة أو ما قبل نهاية الحمل، وبدي زيد نسبة السيدات اللي بيكسبوا وزن بشكل متناسق ومتناسب أثناء فترة حملهم. هاي أهداف الصحة العامة، National Goals. طيب إذا بدنا ناخذ البريجننسي من حيث النيوتريشن، يعني إحنا شغلنا كله على النيوتريشن والميتابوليزم، عفوا ممكن. فإذا بدنا نقسم فترة الحمل لنصفين على أساس العمليات التمثيل الغذائي بالجسم، فرح نلاحظ انه انا نصف الحمل عندي يا انابوليك، يعني عمليات بنائيه اصلا، ونصفه الثاني بعد ال 20 اسبوع مهما استمر، ل 40 ل 38 36 34 قد ما استمر. هاي النسبه بعد ال 20 ويك، عفوا هاي الفتره بتكون كتابوليك، يعني عمليات هدم نسميها. طبعا بناء وهدم من حيث التمثيل الغذائي، يعني ما تروحوا للهدم يعني بمعناه العام، عم نحكي عن من حيث بالكونتكست الميتابوليزم. الميتابوليزم اصلا، ميتابوليزم اصلا هو انابوليزم اند كاتابوليزم، يعني بناء وهدم، هذا هو التمثيل الغذائي اصلا في جسم الانسان. فالفتره الاولى نصف الاول من الحمل هو عمليات بنائيه بشكل اساسي. بنائيه شو يعني؟ تعالوا ناخذهم بند بند. أولاً الجهاز الدوراني. الجهاز الدوراني شو راح يصير فيه عندي أنا؟ البلد فوليوم راح يزيد. بلد فوليوم جسم الإنسان average of 5 liters، صح؟ في جسم الحامل راح يزيد هذا الحجم. راح يزيد عندي كمان ضربات القلب، وبناءً عليه راح يزيد عندي قديش القلب بيضخ دم بالجسم، تمام؟ الكارديك أوتبوت. هذا بالنسبة للقلب مثلا، الجهاز الدوراني. طبعا اللي قدام شو هلا رح ناخذ التفاصيل، في عندي تفاصيل أخرى بالجهاز الدوراني فيسيولوجية. لكن إذا من حيث الأنابوليزم، أكثر شيء إذا أنا عم نحكي عن البناء، عم نحكي إنه حجم الدم بيزداد، وحجم الدم المضخ يعني اللي يتم ضخه أيضا بيزداد، تمام؟ هذا بالنسبة للجهاز الدوراني. في عندي بيلد اب اوف فات، بصير عندي ديبوزيشن، بصير عندي تخزين لعمليات للأغذية وبالذات الدهون. هذا يعتبر انابوليزم، لأنه أنا لما أعمل ديبوزيشن، لما آخذ هاي الجزيئات وهاي المركبات من الدم وبعدين أقعد خزنها أنا فوق بعضها بنسيج متماسك بشكل ما بجسمي، هي عملية بناء. حرقها هو عملية الهدم، تمام؟ فانا بالجزء الاول كانه عم خزن طول الوقت، عم بعمل ديبوزيشن طول الوقت، عم بعمل ديبو. وين ايضا في عندي تخزين، اذا الفات بيتخزن بالاديبوز تيشو ان جنرال، الجلوكوز وين بيتخزن؟ بيتخزن بالكبد على شكل جلايكوجين، صح؟ يعني على شكل مبلمر، جلوكوز 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 هيك كله فوق بعضه مرتبط ببعضه. كيف بالضبط لما انت بدك تخزني شيء مثلا لنفرض خيط، كيف بتلفيه بشكل دائري حتى ياخذ
الحيز الأقل، وبنفس الوقت تاخذي أكبر تخزين ممكن. فهذا هو طريقة ترتيب هاي الديبو بجسم الإنسان. فبالليفر بيتخزن السكر الزائد على شكل جلايكوجين، يعني اللي هو الشكل اللي ممكن أنا أخزنه بشكل بحجم أقل لو أنا خزنته جزيئات منفردة. طبعا ما بيتخزن جزيئات منفردة، هو بياخده على شكل جلوكوز من ثم بيربطهم ببعض بعملية بنائية بالجسم بالكبد لحتى ينتج عندي مبلمر الجلايكوجين. تمام، هذا بالنسبة للجهاز الدوراني وبالنسبة للتخزين، تخزين الأغذية. في عندي growth of some maternal organs، صح؟ يعني بالنهاية في أعضاء بدها تكبر بجسم السيدة، أبرزها طبعا هو الرحم، لكن مو بس الرحم بيكبر بالحقيقة. يعني انتبهوا أحيانا أنه حتى حجم القلب ممكن يكبر، الأوعية الدموية بتتوسع، وهذا سر أنه بتصير السيدة بتشوف كثير أوعية دموية سطحية على الجلد يعني أثناء الحمل. وأيضا من الأعضاء اللي بتكبر الثدي بشكل أساسي، لأنه أنا بلشت عندي أقنية الحليب تتطور، أصلا في هرمونات كبيرة بجسمي هلأ نسبتها كبيرة، هي بتأثر على نسيج الثدي اللي هي الاستروجين والبروجستيرون، أصلا نسبتها عالية بدمي الآن. فمن الطبيعي أيضا أنه تكبر الأثدي بشكل ملحوظ جدا، ممكن أنها تزيد حتى على النمرة اللي بترتديها السيدة. increased appetite و food intake اللي هو زيادة الشهية وتناول الطعام، وزيادة نسبة الأنابوليك هرمونز. هلأ في عندي أنابوليك هرمونز، في عندي كاتابوليك هرمونز. بدي منكم بعد إذنكم واجب نعرف شو هي الأنابوليك شو هي الكاتابوليك هرمونز. طلعوا لي إياهم أكتبوا بوتيك هوم ورك، هذا ما بينحسب يعني كتير صغير بتطلع بسرعة. مين طلع يا ترى؟ كان في معنا بارتيسيبنت إضافي. من الأساس ما حضرت ميرا. تمام، ما شفتها اليوم ميرا، أنا صار لها فترة ما لها حس. إن شاء الله تكون بخير. شو هي الأنابوليك هرمون؟ شو هي الكاتابوليك هرمون؟ هذا السؤال. طيب إذا قلنا أول 20 أسبوع هاي هي الأنابوليك إفكت، هاي المين أنابوليك إفكت، ماذا عن النصف الثاني؟ طبعا هون لاحظوا انا ما عم اقسم على حسب اي شيء غير الاساس الميتابوليزم. يعني احنا اتفقنا انه الحمل بالشكل الفسيولوجي بيتقسم لثلاث اقسام اصلا، 3 ترايمسترز، بس انا هلا هون عن طريق من حيث او بسياق الحديث عن الميتابوليزم قسمته لنصفين. فاول 20 اسبوع العمليات عمليات بناء تخزين باستمرار انابوليك، اخر 20 اسبوع عمليات هدم يعني استهلاك، يعني اللي انا استهلكته عفوا خزنته هلا بدي استهلكه. لذلك زيادة الوزن أثناء هذا يعني بعد العشرين أسبوع كثير بتصير هيلثي، لأنه هلا اللي عم يتاكل عم ينحرق، عم يروح للحرق ما عم يروح للتخزين. فلذلك بتكون كثير هيلثي زيادة الوزن في نهاية الحمل أو بالنصف الثاني من الحمل. شو عندي طيب كتابوليك اكتيفيتيز؟ هل فات والنيوترينت ستورز هل اللي انا خزنتهم بده يصير لهم موبيلايزيشن؟ شو يعني؟ يعني حرق، رح ينزلوا بقى على ينحطوا كوقود، رح يستعملوا يعني. طبعا رح يصير عندي انكريز بالبلاد جلوكوز ليفلز، لانه طبيعي كان عندي جلوكاجون كثير، عفوا جلايكوجين. تمام صح، الجروث هرمون واحد منهم. طلعوا لي هون مو مشكله، ما هلا ما رح نقول شو هن، لكن الجروث هرمون طبعا انابوليك جروث يعني هرمون النمو. في عندي زياده بالبلد جلوكوز ليفلز، لانه هالجلايكوجين بده يتكسر صح، وبالتالي بصير في عندي زياده ملحوظه بسكر الدم. بصير في عندي زياده ايضا بمستوى الشحوم والدهون الاحماض الدهنيه، وطبعا الجلايكوجين
صح؟ لأنه بالأنابوليك فيز صار عندي زيادة، بالكتابوليك فيز شو راح يصير في عندي؟ حيصير عندي نقص بالستورز، بالستورز. أما بالدم الليفلز بتعلى بالعكس. راح يصير عندي اكسلريتد فاستنج ميتابوليزم. شو يعني؟ يعني انا اذا زي السيده صامت مثلا، لنفرض حملها صادف النصف الثاني، صادف خلينا نقول، هلا انتوا عم تعطوني اياهم بشكل منفصل، عم تقاطعوا المحاضره، هن هذا هوم ورك تبعي، تمام؟ راح يصير في عندي الاكسلريتد فاستنج ميتابوليزم. يعني لنفرض انه، لنفرض فرضا انه هاي السيده مسلمه وصعب رمضان النصف الثاني من حملها وصامت، يعني كانت قادرة على الصيام، راح تلاحظ انه عمليات الحرق اثناء الصيام او بينما لو اجى رمضان بالجزء الاول من الحمل، اصلا الجسم شو عم يعمل؟ عم يخزن، يعني بمعنى اخر ما عم يحرق. نقص بالوزن، ما رح تلاحظ زيادة بحرارة جسمها ولا حتى زيادة بالطاقة، بالعكس بتلاقي النصف الأول من الـ أو الـ من الحمل، وبالذات الثلث الأول، بيكون بالعكس في نوع من الخمول، يعني يكون في عندي نوع من الخمول. إن شاء الله بس ما يكون عم يأثر على المعلومة، ناتج على إنه الجسم ما عم يستفيد من الـ مو ما عم يستفيد، طبعا عم يستفيد، لكن النيوترينتس عم يقوم بتخزينها، ما عم يحرقها، بالتالي ما بينتج عندي طاقة. ضروري طبيعي بتلاقي حالها عندها خمول بشكل عام، ميل للنوم، لأنه جسم الإنسان بس يكون ما عم يحرق وعم يخزن مباشرة بيعطي إيعاز إنه هلأ معناته فترة السبات. لو نحن ما عندنا سبات مثل الحيوانات البرية مثلا، لكن جسمنا بيميل لهذا الشيء في هذه الحالات، الأنابوليزم في حالات التخزين، تمام؟ فبتلاقي انه بالعكس النص الثاني فعلا، رغم انه يكون في صار اعراض ثانيه ممكن انها ستريسنج سيدي، بس بتكون طاقتها اعلى، تمام؟ لانه خلاص صار في عندي عمليات حرق، هلا انتاج للطاقه. والله ما بعرف شو لازم نعمل، انا عم اقرب كثير على لا لا، ما عم بعد ابدا، عكس تماما. انا يعني هلا كثير قريبه على الهيدفون، مو الهيدفون، شو بنسميهم، على المكبرات يعني تبعون الصوت. ف خلينا، ما بعرف، بدنا نجرب احسن. يعني هلا عم تسمعوا منيح؟ طيب، احيانا بيكون له دور بعدم استقرار الانترنت، بصراحة الانترنت مو بيكون احيانا هيك انترميتنت، بيأثر على هذا الشيء. اما انا ما عم حرك البوزيشن تبعي، بالعكس قربت حالي اكثر على السبيكرز. طيب اوكي، بنكمل معناته. فبصير في عندي انتاج للطاقه بالجزء الثاني من الحمل، وبالتالي بتحس السيده الحامل انها انشط، شرط طبعا ما يكون في امراض ثانيه. وبصير في عندي نقص تدريجي بالشهيه، بكميات الاكل اللي عم يتاكل، لانه لما تكون هاي النيوترينز كلياتها سيركيليتنج بالبلد سيركيليشن، بيعطي إيعاز للساتايتي سنتر، لمركز الشبع، إنه أنا في عندي كفاية، فمالي محتاج آخذ بره. طبعا إلا إذا ما صار في عندي نوع من الكريفينج النفسي، يعني إنه، أو طبعا بتعرف محيطة، وخاصة إذا كان اللوحة حواليها حدا وإلى آخره، ممكن ما تشوفه. لكن بالحقيقة فسيولوجيا، على الأقل على المستوى الفسيولوجي، مفسر إنه استخدمه اول، هلا عم يحرقوا ويطلعوا بالدم، ففي عنده، في عنده يعني كفايه. وطبعا اللي بده يعمل هذا الشغل اصلا هي الكتابه الكرونيك، اللي بده يشتغل هذا الشغل. لاحظي مو بالثلث الثاني، لاحظي انه هون مقسمين مثل ما انا خبرتك، مقسمينها مو على شكل على اثلاث، كما هو اصلا بكل، يعني اي شيء بده يتابع بالبريجنسي، التست، السكرينينج، الاكل، الوزن، كلياته بيتابع اصلا على 3 اتلات الحمل، يعني الثلث الاول ترايمستر، سكند ترايمستر، ثيرد ترايمستر. بس هون قسمته انا لنصين الحمل، قسمته لنصين، فعم نقول بعد الاسبوع ال20، بعد الاسبوع ال20
تقريبا عم نحكي عن قديش من عمر الحمل؟ إذا قلنا تقريبا عم نحكي عن الشهر الخامس بعدين، يمكن ممكن إنه تبدأ نقص بالشهية، نقص تدريجي يعني، مو يعني ما تحس باشتهاء زائد للأكل يعني، هذا طبعا المفروض، لكن بيتأثر بعوامل تانية مثل ما قلت لكم، عوامل اجتماعية وعوامل نفسية. وطبعا اللي بده يشتغل هذا الشغل هو من أهم الميتابوليك هرمونز الكورتيزول، اللي هو هرمون الستريس تقريبا بجسم الإنسان. طيب قلنا إذا على المستوى الميتابوليزم، كيف فترة الحمل تقسم لنصفين، فترة بنائية وفترة شو بنسميها فترة هدم أو حرب. خلينا هلا بالجزء الأول من الحمل، فقد الشهية ناتج عن اللي هلا راح نشوفه، عملية هي يسموه الغثيان. الغثيان هو اللي بيخلي، احنا هون عم نحكي عن التلت الأول، لاحظي ما عم نحكي عن أول 20 أسبوع، يعني التلت الأول يعني هذه عملية الغثيان وفقدان الشهية اللي ممكن نسبة جيدة من الحوامل تعاني منها، هي ما بين الأسبوع الرابع للأسبوع الـ12، لكن احنا هون عم نحكي عن أول 20 أسبوع. نعم عم نحكي عن أول 20 أسبوع، تمام؟ أول 20 أسبوع يعني شاملين تقريبا الشهر الرابع والخامس، عرفت كيف؟ فبهاي الأثناء بيكون المفروض نسبة الحوامل خلصت الموضوع، يعني عدم الراحة وإلى آخره، وخلص يعني انتهت هاي الفترة، هرموناتها نزلت، تمام، وبالتالي خلص بتصير تقدر تاكل بشكل طبيعي، تزداد شهيتها. بعد الشهر الخامس فيسيولوجيا المفروض تنقص الشهية، لكن تدريجي مثل ما قلت، يعني احنا ما عم نحكي عن وحدة ما عاد بدها تاكل، عرفتوا؟ ومثل ما قلت برجع بعيد وبزيد انه كثير لها علاقة بعواملنا النفسية والاجتماعية والوسط اللي موجودة فيها السن، تمام؟ يعني ما ندقق كثير على موضوع الشهية، مو مشكلة. نيجي ناخذ شوي تفصيل عن موضوع الفسيولوجيك تشينجز اثناء الماترنتي او الماترنال فسيولوجي. ماترنال اي شيء، ماترنال هاي اللفظ اللاتيني يعني امومي، تمام؟ فماترنتي الامومه بشكل عام، ماترنال فسيولوجي يعني فسيولوجيه الحمل خلينا. فمن اهم اللي قلناه هو البلاد فوليوم اكسبانشن، يعني بيزيد يا جماعة الخير حجم الدم حوالي 20. لما نقول 20% يعني أنت عم تحكي عن لترين دم تقريبا، من 5 لـ7 لتر. بهاي هذا الدم يعني حجم الدم العام، 50% منهم راح يكون زيادة بالبلازما، يعني الجزء أصلا المائي من الدم مو الجزء الخلوي. لذلك هذا راح ينتج عنه كما راح نشوف البند اللي تحته ديليوشن، يعني نوع من التخفيف. ليش؟ لأنه عملية حسابية بسيطة، أنت لما تحسب التركيز في عندك مقام، وهذا المقام هو حجم الدم volume of the blood، فلما المقام يكبر النتيجة بدها تصغر، يصير في عندي نوع من الديليوشن، يعني كأنه شيء مركز وخففته أنا. هيك هذا اللي بيصير بموضوع يعني بالذات حجم الدم والأوعية دي والجهاز الدوراني بشكل عام. هلا نتيجة هاي الزيادة المائية عندي طبعا إديما وذمة، لأنه هاي الزيادة ناتجة أصلا عن احتباس السوائل. من وين إجت هاي الـ20%؟ السوائل الموجودة عم يتم حبسها، عم يتم تخزينها، وبالتالي هذا كله وين بيروح؟ على الدورة الدموية العامة بشكل أساسي. وبالتالي من الأشياء الشائعة أثناء الحمل الوذمة باللغة العربية، اللي هي الإديما. والهيمودوليوشن قلنا انه انا اذا قست هلا الفيتامينات والمعادن تركيزها بجسم هاي السيده الحامل، رح نلاحظ انه قل التركيز. طب شو اللي صار؟ عم تاكل الى اخره، بالذات اذا عم تاخذ كمان تقويه. لا تنسوا انه نحن ما بنعتمد هلا بهذا الزمن الحديث، ما عدنا نعتمد فقط على التغذيه لاحراز هاي الاهداف المليه او القوميه، نحن بنحتاج ايضا نعطي السيدات الحوامل بالاغلب الاعم مقويات. مين يعني اللي ما بياخذ مقويات هلا؟ يمكن اللي صفياني يعني دروس الجبال، يعني هلا صارت كل المراكز الصحيه حول العالم حتى بالاجزاء الصغيره من البلاد، يعني
الكانتريز الصغيره او الكانتري سايد الى اخره، كلياتها بتوزع هذا النوع من التقويه. فاذا لاحظنا انه عم تاخذ تقويه وعم تتغذى بشكل جيد لكن التراكيز منخفضه، فهذا بس نتيجه عمليه في حسابيه بسيطه، وهي انه المقام كبر وبالتالي الكسر صغر. تمام، هاي بالنسبه للهيموديليوشن. بعدين في عن راح نلاحظ زياده بنسبه الدهون بالجسم. طبعا هون عم نحكي امتى؟ تقريبا بالكتابوليك فيز، صح؟ لانه ما عاد انا عم بعمل هلا بقى ديبوزيشن، صار في عندي بالعكس تكسير. فالنسيج الدهني اللي ما عم يتكسر شو راح يعطيني؟ راح يعطيني كوليسترول، ال دي ال كوليسترول اللي هو اللو دنسيتي ليبيدز، وعندي الشحوم الثلاثيه ترايجلسرايدز، وايضا الكوليسترول الحميد اللي بنسميه اتش دي اي. هدول راح نلاحظ زياده بنسبتهم في دم الانسان، في دم السيد الحامل بشكل اساسي. شو عندي ايضا متغيرات شائعه فسيولوجيه اثناء الحمل؟ مستوى السكر في الدم. بيقول لك انه لحتى تمام، بصير في عندي نوع ريزيستنس للانسولين. طبعا هون ما عم نحكي المرض، عم نحكي انه انا هلا تبع الحمل عم تاثر علي بانه عم تقلل مستقبلات الانسولين على الخلايا. شو الهدف؟ الهدف انه يضل في عندي جلوكوز بالدم عم يمشي. شو الهدف؟ الهدف تخزينه في الكبد على شكل جلوكاجون، عفوا جلايكوجين. ما بعرف ليش هيك عم يصير معنا يا جماعة اليوم بالذات. آخر شيء سمعته، معلش تبي رحمة، آخر شيء سمعتي كيف لنا هسه عم نحكي امتى نسيتي؟ كنت عم بحكي اخر شيء عن الانكريزد انسولين ريزيستنس اللي بيأثر على انه الجلوكوز ليفلز ترتفع في الدم. قلنا انه هون ما عم بحكي عن الجلوكوز ريزيستنس المرضية. اذا كانت مرضية اصلا بصير في عندي الجستيشنال دايابيتس، صح؟ سكر الحمل، وهو شائع ايضا بين الحوامل، ما له شغله مستبعده يعني. فاذا كانت مرضيه بتتعمل سكر الحمل اصلا، لكن بشكل عام بيصير في عندي زياده بمقاومه الانسولين، مما ينتج عنه انه يضل في عندي سيركيوليتنج جلوكوز بالدم، وهذا راح ياثر لوين؟ راح يروح على الليفر ليتخزن على شكل جلايكوجين. تمام، في عندي بعض التيشوز وخاصة الماتيرنال اورجانز بدها تكبر. من اهم التيشوز اللي بتكبر القلب، الغدة الدرقية، ثايرويد، ليفر، كيدنيز، يوترس اند بريست. معروف طبعا يعني هن هدول اللي لهم علاقة مباشرة بالحمل. يوترس يعني رحم، والاديبوز تيشو. لاحظوا طبعا انتم ما بتحكوا عن زيادات مرضية، يعني حجم القلب، حجم الغدة الدرقية إلى آخره، هاي نسب مدروسة بتنعطاكم على هذا الأساس. يعني ما عم نحكي مثلا عن تضخم القلب المرضي، يعني ما بصير في عندي أنا شو كنا نسميها نوع من الميجالوباثي، يعني ما بصير في عندي تضخم بالقلب، عضلة القلب اللي بتأثر على قصور القلب بالمستقبل. لكن لاحظوا انه الاورجانز تكبر، تتوسع شوي. اهمها طبعا اليوترس. اليوترس بعد الشهر الثالث بنهاية الترايمستر بيطلع من مكانه، بيطلع من الحوض وبيستند لتجويف البطن، لجدار البطن، وبالتالي هو اكثر عضو رح يتضخم. البريست ايضا هي ثاني عضو، ثاني اكبر عضو بيتضخم بشكل واضح جدا بالسيدة الحامل. واديبوستج هو النسيج الدهني طبيعي، بما انه عم يصير في عندي انبوت، واي انبوت عم يصير باول 20 اسبوع عم يتم تخزينه، فانا محتاجه النسيج الدهني يتوسع حتى يوسع. طيب سيركيلاتري سيستم،
حكينا قبل شوي انه رح يصير في عندي انكريز بالهارت ريت، يعني زياده بمعدل ضربات القلب، ما يؤدي لزياده الدم اللي يتم ضخه ستروك فوليوم. تمام. وفي عندي ملاحظه انه رغم زياده حجم الدم، لاحظوا رغم زياده حجم الدم اصلا ضغط الدم في الجزء الاول من البريجنسي بيكون منخفض، يكون منخفض بشكل عام ثم بيرتفع. طبعا في عندي مشكلة شائعة أثناء الحمل أيضا، هي تسمم الحملي، وهو ارتفاع ضغط الدم ما قبل التسمم والتسمم. في عندي مشاكل من هذا القبيل إذا السيدة كان عندها ارتفاع ضغط الدم أو صار عندها ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. تمام. فهذا للسيدة بشكل عام، السيدات الأصحاء بيقول لك انه ضغط الدم بشكل عام بيكون منخفض بأول نصف من الحمل. ريسبيراتوري سيستم شو بصير في عندي؟ بصير في عندي زيادة ب انهاي الاكسهيل، عمليات الشهيق والزفير، وبناء عليه ايضا بصير عندي زيادة باستهلاك الاكسجين. صح؟ هاي بتحتاج، بحتاج الأكسجين أنا بعمليات البناء وعمليات الهدم. فراح نلاحظ إنه في عندي زيادة في استهلاك الأكسجين أيضا. تمام. شو في عندي أيضا changes أثناء الأمومة؟ الفود انتيك بشكل أساسي بنعرف في عندي زيادة بالشهية. في عندي شيء كتير interesting وهو تغير الطعمات، تغير التفضيلات الغذائية للسيدة الحامل، وأيضا روائح الطبخ. كثير أشياء بتكون بتحبها سابقا بتصير بتقرف منها بالحمل مثلا، أو بالعكس أشياء ما كانت تاكلها تصير تاكلها بالحمل، هذا شيء أيضا شائع. وبتعطش زيادة، increased thirst. عفوا منكم، وكنا عم نقول بنكمل مع بعتذر الجاسترو انتستينال تشينجز، بنكمل الفسيولوجيك تشينجز. بنلاحظ انه في عندي ريلاكس بالجاسترو انتستينال تراك ماسل تون، اصلا هو هذا اللي بيسبب عدم الراحه بالبدايه، يعني ما عاد ترتخي عضلات الالمنتري تراك، عضلات بشكل عام الملساء تبع الجهاز الهضمي بيصير فيها ارتخاء. بيصير في عندي زيادة بعمليات تمرير الأكل من المعدة للأمعاء، وأيضا مكوثها بالأمعاء بيصير أقل، بيصير أسرع، يعني عمليات تفريغ الأمعاء وتفريغ المعدة. بنسبة عالية جدا في عندي غثيان، بنسبة أقل للفوميتينج الإقياء، هارت بيرن اللي هو حرقة المعدة الناتجة عن استرجاع الماء الأسد، وكونستيبيشن اللي هو الإمساك. الإمساك المسؤول الأساسي عنه هو هرمون الحمل البروجستيرون، فهذا كمان شيء كتير أساسي. إذا بالأصل الغذاء صحي وغني بالألياف وفي استهلاك للماء كافي، ممكن إنها السيدة تمرق من مشكلة القبض أو عفوا الإمساك بشكل سليم. يعني إذا واحد من هذول العوامل أقل، يعني غذاء مو صحي أو الماء قليل، معاناتها مع الكونستيبيشن بتصير أكبر أثناء الحمل، لأنه بيأثر على الكونستيبيشن البروجستيرون. البروجستيرون بشكل أساسي هو اللي بيخلي هاي السفنكترز والعضلات تبعون المستقيم تنقبض بشكل كبير كتير، كأنه عم يعطي علامة للجسم إنه هو في حمل، وبالتالي هاي الفتحة لازم تكون مسكرة. هيك تقريبا يعني أنا هيك بفسرها، لأنه بتلاقي يعني بالمقابل بطء بالأمعاء، يعني هذا هو خلينا نقول الشيء الأساسي اللي بيعمله البروجستيرون. تبطيء، مو تبطيء، خلينا نقول العكس، هي سريعة لكن بيرخي عضلات الجاسترو انتستينال تراكت، وبالتالي بينتج عندي القبض، زائد طبعا اللي هو الامساك، زائد طبعا
اختلاف بقى عملية امتصاص السوائل وإنتاج البراز، بالعكس بصير براز مركز. السوائل اللي عم تزيد هلا بنشوف الكيدني تشينجز، أغلبها عم يصير لها فلتريشن، عم تطلع بالبول، أصلا في عندي زيادة بمعدلات التبول، وبالتالي ما عم يصير عندي الإماهة المناسبة للستول، للغائط يعني، لحتى يكون لين ويطلع من غير مشكلة. فمشكلة الإمساك من أحد مشاكل الحمل الكبيرة اللي ممكن تحتاج السيدة لها لدواء ما تمرق بمجرد تغيير غذائي. تمام. الكيدني تشينجز بنلاحظ انه عملية الفلترة زادت. لما تزيد عملية الفلترة يا جماعة، شو اللي بيصير اصلا؟ بيزيد طرح النيوترينتس بالبول، يعني مو كل شيء عم تاخده الحامل بهاي الفترة تكون عم تستفيد منه. شو هو اللي ما بينطرح والسبب انه كبير؟ البروتين. البروتين بتلاقيه عم محفوظ بالجسم، ما عم يصير له فلتريشن. اما مثلا اي شيء صغير، معادن، املاح، السكر حتى، بنلاحظ انه عم تزيد نسبها بالبول لو ما عم توصل لنسب مرضيه مثلا. بنلاحظ انه الكليه بتصير عم تحتفظ بالصوديوم، ما عم تطرحه، وهذا بيؤدي لايش؟ بيؤدي لزياده بالايديما، يعني الصوديوم بس يكون موجود بيسحب مي لعنده، صح؟ عند الخاصية الإسموزية، وبالتالي بيتوذم جسم السيدة، فهذا أيضا مسؤول عنه الكلية. الكلية ما عاد عم تطرح صوديوم. البروتين بينحمي، ما بيطلع بالبول، وبصير في عندي increased risk UTI urinary tract infection. عدة عوامل، أهمها هي العوامل الهرمونية، يعني ارتخاء العضلات هناك، تغيير البي اتش تبع البول مثلا الى اخره. بتلاقي انه السيدات الحوامل عرضه للالتهابات المجاري البوليه اكثر من غيرهم من السيدات. بلاسنتال هرمون، شو يعني بلاسنتال هرمون؟ يعني هاي الهرمونز بالاساس بتكون بانتاجها المبايض، وبشكل اساسي ايضا ممكن الغده فوق الكلويه، لكن اثناء الحمل بعد تكون المشيمه تقريبا بعد الاسبوع 12، بتصير هاي المشيمه هي بتنتج هرمونات يا جماعه. بصير في عندها جزء اصم، يعني خلايا خاصه بانتاج الهرمونات اللي بتدخل مباشره على الدم بدون ما تمرق بقناه. ف البلاسينتا كثير شيء ملفت، يعني في اثناء الحمل كثير له ادوار، من أدواره إفراز الهرمونات اللازمة لاستدامة الحمل، البروجسترون بشكل أساسي. البروجسترون هو المسؤول عن إنه نمو بطانة الرحم، و خلينا نقول استرخاء أو إرخاء عضلات الرحم. تمام. وبيأثر أيضا بزيادة نمو الثدي وبزيادة تخزين الدهون. هذا البروجسترون، يعني البروجسترون ما بدها كثير تفسير. البروجسترون أيضا أنابوليك هرمون، صح؟ من أهم أماكن إصداره أثناء الحمل البلاسينتا، المشيمة بتصدره يعني أو بتفرزه. الإستروجين بيساعد بتكوين الدهون وتخزينها، بيساعد بتكوين البروتينات من الأحماض الأساسية الأمامية، الأحماض الأمينية عفوا الأساسية، وبيساعد أيضا بزيادة تروية عضلة الرحم بالدماء وبنمو الرحم وقنوات الحليب بالثدي. يعني البروجسترون والإستروجين لهم أدوار أساسية أثناء الحمل. طبعا أثناء الحمل بتكون نسبة البروجسترون أعلى من نسبة الاستروجين، ولذلك بيتسمى أحيانا هرمون الحمل البروجسترون. شوفي عندي كمان شيء بينتج الهيومن كوريونيك سوماتوتروبين، هرمون الحمل اللي بالأساس خلاني أعرف إنه الحمل موجود أو لا. كان اسمه شو؟ HCG كان اسمه، صح؟ Human Chorionic Gestational Hormone تقريبا. هذا هو اللي بيضل بيرتفع ليوصل لذروته
بالشهر الثالث نهايته. إذا ظل مرتفع ممكن ينخاف من تشوهات جنينية، خلينا نقول الـ HCG اللي هو أول هرمون ارتفع بدم الإنسان، هو هذا اللي they test for سواء بالمختبر أو بالبيت. تمام، الـ HCG راح، شو صار بداله في عندي؟ HCS سوماتوتروبين، سوماتو يعني جسم. الهدف منه توفير الجلوكوز للدم للوليد، بمعنى آخر أنا ما عم بسمح بأخذ الجلوكوز من مجرى الدم على الخلايا، عم زيد مقاومة الإنسولين، عم قلل إنه هالإنسولين شغله بالخلية عم خليه يصير قليل، بالتالي معظم الفات أو الشجر عم يضل متوفر، ما عم يفوت على الخلايا للخلية مباشرة. طيب ما بقي شيء تقريبا. الهرمون الأخير ليبتين، لاحظوا إنه الليبتين له دور ب خلينا نقول تعديل الشهية واستقلاب أو تمثيل الدهون وزيادة الوزن إلى آخره. فالليبتين مسؤول بشكل أساسي عن الليبيد تيشو، صح؟ عن الأديبوس تيشو، هذا مجال اختصاصه. إذا سؤالين عن البروجستيرون، استروجين، الـ HCS والليبتين، وما نخربط بين الـ HCS والـ HCG. أوكي؟ هاي كانت مقدمتنا الفسيولوجية عن موضوع الحمل. يا ريت تخبروني إذا في أي سؤال عن هذا الموضوع، أي شيء بتحبوا نقرأ عنه ونبحث فيه إذا ما بعرفه. تفضلوا. الميكروفون معكم. تمام، مادة بسيطة أصلاً بالأساس، مادة بسيطة، ما في أي أسئلة. حد بحب يشاركنا بتجاربه مثلاً؟ صح، مزبوط. طيب بهاي الأحوال، بهاي الحال إن شاء الله ما رح نبدأ هلا بشيء جديد طبعا، يعني بآخر الساعة. خلينا نهضم المقدمة، خلينا هيك نطلع منيح على الهرمونز، نطلع منيح على التغيرات الفسيولوجية المختلفة. حاولت بعض التغيرات المهمة أقدم لكم تفسيرها على حد علمي طبعا، لو إنه مكتوب السلايد، لكن بالنهاية المسؤول عنه هو المكتوب السلايد. يعني بالحقيقة ما بعرف قديش ممكن يأثر على الناس اللي عندها، اللي أصلاً مريضة قلب، بس أنا مثل ما خبرتك عضلة القلب ممكن تكبر كتير، ممكن يوصل، ما بعرف يعني، ما بعرف الحقيقة قديش، خاصة بالحالات المرضية، وبس يتضخم بهذا الشكل بصير عندي قصور أصلاً، عرفتي كيف؟ وبيبين بالصور الشعاعية والتدقيق بيبين إنه كبير كتير. فنحن ما عم نحكي عن هذا التضخم، نحن عم نحكي عن شيء بسيط، لأنه طبيعي زاد ضغط الدم وزادت عملية الضخ، هذا بده ينتج على أنه يصير في عندي شوية تيشوز اللي هناك تكبر تتوسع لأنه عم تشتغل. كيف بالضبط أنت بتنمي عضلاتك عن طريق الشغل المتواصل؟ بتكبر هاي العضلات، نفس الشيء عضلة القلب. طبعا يعني
طبعا يعني شو انت بتحكي عن اصلا هو ستريس، ما بالك هو جسم الانسان ستريس اصلا، مو مشاكل القلب. خليكي بالحمل مثلا، عفوا السكري، يعني السكري اثناء الحمل كتير مزعج وصعب. ما بعرف قديش فينا نمنع الناس، يعني هلا واحد قاعد تحت الاجهزة والمراقبة مو مشكلة، بس يعني ناس برا مثلا وصار عندها هذا الشيء، يعني هذا اكثر شيء بتلاقي داء نفسي، بتلاقيها عم تقول زادت ضربات القلب، نفس صارت عم تلهث الى اخره. جاوبت السؤال؟ ان شاء الله اكون جاوبت السؤال. تمام، ما في أسئلة؟ ما في تعليقات؟ طيب إذا بنشوفكم على خير غدا إن شاء الله بملاحظة جديدة، الله يعافيكم، بمحاضرة جديدة، وبالموفقية التامة إن شاء الله، يعطيكم العافية.